بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في أحكام القرآن الكريم، قد وصلنا إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أنه قد منع المسلمين من الجهاد في فترة ضعفهم وعدم استطاعتهم، وذلك حينما كانوا في مكة قبل الهجرة وكانوا يلاقون من أذى الكفار ومن تسلط الكفار ما يحملهم إلى أن يطلبوا من الله أن يشرع لهم الجهاد من أجل أن ينتقموا من أعدائهم وأعداء دينهم، ولكن الله حكيم عليم لم يشرع لهم الجهاد في تلك الفترة لأنهم لا يستطيعونه، ولأنه يكون سبباً للقضاء عليهم بسبب ضعفهم وقوة عدوهم وأنهم لا يزالون في قبضته. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة وقويت شوكتهم واجتمعت كلمتهم، حينئذ فرض الله عليهم الجهاد. ولما في الجهاد من المشقة والتعرض للخطر والقتل والجراح، فإن بعض المسلمين قد يكون من ضعاف الإيمان استثقلوا ذلك. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم ومنهم للتبعيض، دل على أنه ليس كل المؤمنين بهذا الشعور وأنهم قالوا ذلك، وإنما هذا فريق من المؤمنين وقد يكون عددا قليلا منهم. إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخشون الضرر من الناس ويخشون القتل والجراح كخشية الله، أي كخشية عذاب الله الذي هو أشد من أذى الناس ومن عذاب الناس أو أشد خشية. أشد خشية يخشون أذى الكفار أشد من خشيتهم لغضب الله، وهذا لضعف إيمانهم
وقد اختلف المفسرون من المراد بهؤلاء الذين حصلت منهم هذه القضية، فقال بعضهم إنهم من المسلمين، إنهم من المسلمين من المؤمنين، ولكنهم كما ذكر الله فريق من المؤمنين وهم عدد قليل، أما غالبية المؤمنين فإنهم لم يقولوا هذه المقالة. ومعلوم أنه يوجد في المؤمنين من هو ضعيف الإيمان أو من هو على جهل، قد يصدر منه شيء لا يناسب. وقال بعضهم إنها في أهل الكتاب، في إنها في اليهود، وهذا كما ذكر الله جل وعلا في قوله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فهذه الآية تعني أولئك. وقال قوم من المفسرين المراد بها أناس من المنافقين الذين يكرهون الجهاد، بل يكرهون كل أوامر الدين ولا سيما الجهاد، لأنهم ليس في قلوبهم إيمان، وإنما يتظاهرون بالإسلام لأغراض دنيوية، فهم الذين تليق بهم مثل هذه المقالة. ولكن الراجح والله أعلم القول الأول، أنها في أناس من المؤمنين قالوا هذه المقالة، لأن السياق يدل على ذلك. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا يوم أن كانوا في مكة كانوا لا يقدرون على القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومعلوم أن هذه الأوامر إنما تصدر إلى أهل الإيمان ولا تصدر لأهل الكتاب الذين مضوا وانقضوا، ولا تصدر أيضا إلى أهل النفاق، لأنهم ليسوا محلا للأوامر والنواهي من الله جل وعلا، وإنما هي في المؤمنين. قيل لهم كفوا أيديكم، يعني عن القتال، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا ما فرض الله عليكم من العبادات إلى أن يحين الوقت الذي يناسب فيه شرعية الجهاد، فهذا موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن معلوم أن الزكاة لم تفرض إلا بالمدينة والآية مكية، فما المراد بالزكاة هنا؟ المراد بالزكاة والله أعلم الزكاة غير الواجبة من الصدقات والإحسان، أو المراد بالزكاة تزكية النفوس بالطاعة، فإن الطاعات زكاة للنفوس كزكاة الأموال. فلما كتب، يعني فرض، فلما كتب عليهم القتال، يعني فرض عليهم القتال بعد الهجرة إلى المدينة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما كتب عليهم القتال، أي فرض،
إذا فريق منهم أي عدد قليل منهم يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال، يستغربون من الله جل وعلا أنه فرضه عليهم في تلك الحالة وما فيه من المشقة. فهذه طبيعة بعض الناس أنه إذا جهل شيئا وجهل عواقبه فإنه قد يستغرب، وهذا كما في قوله تعالى وهو كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تكرهه النفوس، لا أنهم يكرهون ما فرض الله وما أنزل الله، لأن هذا كفر، من كره ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فهم لم يكرهوا ما أنزل الله وإنما كراهية نفسية لما فيه من المشقة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.